يعني اول ما الاعداد قالوا لي ايه فلان وفلانه جايين النهارده بعتوا لي الفيديو كده، قلت لهم هم لسه متجوزين؟ يعني ايوه لما بقوله هي الحكايه ايه، اكيد تمثيل. وفضل يحلف لي برضو لا زيكم لا مش كده ان تمثيل لا والله، اللحظه اللي حصلت فيها الخناقه او ضرب لا القلم لا ده بجد. بجد انكم اتنرفزتوا فعلا لا وخرجتوا عن شعوركم فعلا. ايوه فقلت له طب وهم جايين دلوقتي متجوزين ولا ايوه متطلقين؟ لا متجوزين. متجوزين. فانت سامحتي يعني؟ اصلا انا دايما اطلع اقول في البرنامج ايوه ان ممكن الواحده جوزها يمد ايده عليها او ممكن يعمل حاجه مش لطيفه وتسامحه، فالناس كلها تتهمني اني مجنونه. انا لا، هو الحاجات دي كفي الطبيعي بقى بعيدا عن مقالب وكل الحاجات دي، لا ما ينفعش ان هي اسامح فيها اصلا. بس لا بس ثواني، الحب بيعدي اي حاجه، ما انا ماشي، عديت بس لك، ما انت الضرب شيء ضربتيني. مهين. بس هي ممكن بس انا يعني اتصرفت، خرجت عن شعوري طبيعي للي حصل، يعني اي حد مكاني كان انت هيعمل كده. قصدك ان هو اصلا دي مش طبيعته دي مش معاكي، طبيعته. ايوه لكن لو هو دائم الاهانه او الضرب لا اكيد كنت طبعا مش هتسيبيه هتسامح طبعا. لا اصلا. مش هسامح طبعا. بس الفكرة انا اصلا على ما استوعبت ما فضلوا يقولوا لي، الفكرة ان هو بعدها ما فضلوا، انا وقعت في الارض، فضلوا يقولوا لي مقلب مقلب مقلب، انا مش مستوعبة فمش مين سامعة بقى اللي اللي هما كان عارف؟ بيقولوه. مين اللي قالك مقلب مقلب؟ يعني هو هو اللي بقى عارف، جه عليا والدي جي احمد زين هو اللي عارف، بس اللي هو الدي جي الدي جي ده اللي انا مفهمه، وطبعا بسنت صاحبتي ان هي بتفهمني خلاص انه مقلب، وعشان وهي مش مامتي سامعه انهارت اصلا. اصلا انا مزعلتيش مش، بقى منها حتى لما عرفتي انه مقلب؟ انا قلت لها مش عارفه اسامحك ولا عارفه ده اسامحه جت وانت معاها كمان. البيت، بس بس هو حاجه بصراحه جوايا يعني ما قالت لي تزعلش مني، هو مقلب سخيف جدا. جدا لا بجد حتى جدا لو مقلب هو سخيف، ايوه طبعا. لا المفروض ان انا بعمل عيد جوازي ولابسه فستان فرح وبتاع، وفرحه الكاسفه. انا عملتها في الاخر عشان كده، انا كنت ناوي ان اعملها. لازم تنكد عليها يا لا مروحه يا بنت على غريبه. فكره انا كنت هعملها اول ما نخش الفرح، اللي هو اول ما نخش الفرح هنرقص سلو، وبعد كده قال لها انا في حد في حياتي، زي ما انا عملت كده كان بالظبط. عايز يبوظ الفرح بس بقى. المشكله ان انا برضو انا قعدت اعمل مثلا استبعد استنتاجات كده بعيده، ان هو ممكن يحصل ايه اكتر من كده، ممكن تمشي، ممكن ما تسامحنيش، ممكن الموضوع يكبر اكتر من كده. بس هو حاطط انك تمشي، ما كانش حاسس، ما كانش انا حاطط فعلا ان انت كنت همشي، تحتكي، فاهمه؟ كنت همشي، بس انا هي مش عارفه امشي طبعها دلوقتي. هادي جدا، انا لما اسماء بتصدم من هاديه جدا حاجه جدا، وممكن ان انا مش ممكن، مش بس هي ما عارفه، كانتش ما هاديه بقاش في عارفه الفيديو اتحرك. خالص. لا هي طبعها والله يعني زي ما انا طبعا ان انا ما بضربش، هي طبعها هادي، فاحنا الاثنين الطباع اتعكست في الفرح، ان انا ما استحملتش ان انا ضربتني كده قدام الناس، وفي نفس الوقت خفت على انت حتى انت صاحبتها. ضربتي انت كمان، خلاص خدتي حقك، ضربت ضربته ما وضربت. جاتش، ما ظهرتش. ما معاك جاتش دليل؟ معاك الحمد دليل؟ لله. مش معاك دليل، هي الفكرة كلها في صاحبتها، انا عمال ابعدها عن صاحبتها. ايوه انا تاني هرجع اقول لكم، انتوا طبعا دي شغلانتكم، لكن في حاجات بقعد اقول ان مش اي حاجه تتعمل، ولا رايكم ايه؟ طبعا ايوه صح صح يعني انا حاساك ان انت بعد ما عملته زعلت اكيد انا والله جدا. بقولك عيطت، اللي انا عملت فيها كده قدام الناس كلها، ولما بقى صحيت اكتر وشفت الكومنتات، كمية كومنتات سلبية، ده مش طبيعي ولا طبعا اللي احنا نعمل في نفسنا كده. يعني احنا اتشهرنا اصلا بسبب ان انا حبي ليها، بكتب الكتاب اللي انا قعدت اعيط يوم كتب الكتاب، وطلعنا برضو ترند على الوطن العربي كله قصدك بالحب، ان انت عايز تطلع ترند بحاجه بس حلوه حاجة او حلوة حلوه الناس مش اي تقلدني. حاجه الناس عشان تقلدني فيها، مش الترند ان انا بناء اطلع. على النفس؟ هما بيقولوا او هو بيقول ان هو غلط ان ايوه هو غلط فكر في المقلب ده. طبعا.